السلام عليكم متابعي موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في حلقه جديده في ميكرو الطنجاوي. موضوع اليوم هو على تسافدير دلما، ونشوفوا الاراء ديال الناس في الشارع شنو كيقول. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من بعد سمعتي عيبقى يقطعوا الماء، كيفاش تسافكي اللي جاك اخي؟ لما سمعنا خصوصا هذه الجمعه اللي ناضت كانت الخطبه عيدا، يعني عرفت انا بسبب حسيت بواحد الخوف، يعني لان الماء واحد الماده حيويه، والله سبحانه كيقول جعلنا من الماء كل شيء حي، عندك الماء والهواء ما يمكنش تستغنى. مازال المعيشه ماشي ضروري تاكل اللحم، ماشي ضروري تاكل فروطة، ولكن ما يمكنناش نقولوا ماشي ضروري تشرب الماء. فلهذا الماء واحد الماده حيويه، الله سبحانه وتعالى جعلها اساس ديال الحياه. هذه المعاناه وهذه الخصص اللي كنعانيو من الماء عنده اسباب، فهمت؟ عنده اسباب، ان الله سبحانه وتعالى الله ما خلقناش باش يعذبنا، الله خلقنا باش يرحمنا، ولكن الله كيقول وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هاد الشح ديال الامطار وهذه رسائل كتوجه لنا حنا كمسلمين، احنا مسلمين الحمد لله، ولكن هذه رسائل من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول وما منع قوم الزكاة الا منعوا القطرة من السماء، والله كيقول وما بكم من نعمة فمن الله. اذا مصدر ديال النعمة هو الله سبحانه وتعالى. الان مثلا كنت خدام مع شي شركة، مع مدير الشركة، مسؤولين الشركة، وإذا كانت علاقتك معهم مزيانة راضيين عليك، يعني أنت كما كيحبوهما، كيف غادي تكون الحياة ديالك في ديك الشركة؟ اللي بغيتيها ديالك، ولله المثل الأعلى. وإذا كان العكس، مثلا أنا خدام في الشركة ولكن المسؤولين ما راضيينش عليا، كيف غادي تكون الحياة ديالي في ديك الشركة؟ ما كاين لا مساعدة، واللي بغيتيها ما كايناش، امتيازات ما كاين، هذا عند البشر. ولله المثل الاعلى. احنا الان علاقتنا مع الله، علاقتنا مع الله، انا كنهضر بصفه عامه وانطلاقا من نفسي، ماشي زعما انا كنزكي راسي بان انا لا، انطلاقا من نفسي، علاقتي مع الله انا ما راضيش عليا، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. فلهذا الله سبحانه وتعالى كيعطينا هذه الايات ديال النقص في الماء، النقص في كذا، المطر ماشي في وقته، الصيف ماشي في وقته، هذه ماشي في وقته، لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. الله سبحانه يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لأن بصالح البشرية، بصالح الإنسان يتصلح الكون، ولا تفز الإنسان يتفسد الكون. نطلب الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى يرحمنا. مع ذلك أن من يأسوشي الله رحيم، الله كريم، حنا نستغفر الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يعني اش غنقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يرحمنا اخاوك. الا قلت لك واش كتحصل على الماء في الدار دابا؟ اخاوك احتل الماء. واش مؤخرا ولا من دائما؟ لا من دائما اخاوك، بالنسبه للوضوء ولا شي حاجه كيحتالوا اخاوك، هذيك ضروري هذيك اخاوك. نقول واحد القول اخر اللي في راسي انا، شتي دابا شد الماء وهذا، علاش حتى ما بغاتش يطيح ولا كذا؟ هادي غير سياسه باغيين يبارطاجيوها كيعطيو الاشهار. انا نقول لك فهمني شنو، ولكن ما طاحتش يا خي ساعد. حنا هادي كثر من 25 عام كنشربوا الماء د البحر، باش نزيدها لك في راسك ياك اخي. والله العظيم اما الماء السود كيسقيو بهم الفيرمات ديالهم، هادي هي الهضره صحيحه وبارطاجيها السياد. سلام عليكم. كيف لك ساعد؟ كيفاش جاك ديك القاره؟ واش غنقول لك؟ القرار انا بعدا، يعني اش غنقول لك؟ يعني انا بالنسبه للناس، انا بالنسبه لنا يعني الشتا ما طاحت شي، يعني هادشي نقول لك الله يا الناس المحسنين يطلبوا الشتا باش الله يفرجها على الناس، على الحيوان، كلشي راه كلشي من الشتا. يعني ما كانش الشتا ما كاين والو. مثلا ديك الناس اللي كيحتالوا على الماء ولا ديك الناس اللي كيخسروا الماء بزاف؟ بحال اللي كيحتال اللي كيحرق. انت شكون واحد فيهم؟ انا المهم اش نقول لك، نحتاج ندواش حتى انا نتوضا نصلي صافي، يعني ما كان في حتى شي الماء ولا شي حاجه، يعني ديك اللي يحتاجوا الناس كاملين كنحتاجوا حتى انا، يعني على حساب الناس دلاباج راه هذوك خدامين، يعني عندهم البير ماشي من الدوله ولا شي حاجه ولا
لا كاين كل واحد وكيف. كتعرف والله لا كاين واحد وكيفاش عاوتاني راه مشكله عاود. شنو نعتقوا الناس دابا اللي خسروا لنا بزاف؟ ايوا يقتصدوا راه الا مشى الحال هيدا تقطعوا لنا الماء يا اخو راه بنادم غينوضوا في يد وتخي حشاك. كيف سينا لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. ملي سمعتيها بقاو قطعوا الماء شنو هو الاحساس اللي جاك؟ هو استونا الماء تيدي يقطعوا من يقصدوا ما يدي قال الماء ما في ما الدعاء خاص عبد من الله يا ربي اللي داروا هذا الماء قطروا الحمامات ولا سميتو البلافاجاج والديور دوم دابا واه استما يشدو ما يلا سمعتها دابا سينا كتحتفظ على الماء ولا كتبدل الماء بزاف ها سينا كتحتفظ على الماء وياك سمعتها وحنا تنحاولوا مزيان هايدك تبارك الله عليك وشكرا الله حمادك برافو كانت هذه نهاية الفيديو وانتم شنو الرأي ديالكم في هذه الحلقة هذه تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.